شكرا وتهانينا الحاره بهذه المناسبه رمضان المبارك لوجدة البوابه التي تقوم دائما بتشجيع وتكريم الدراجه المحليه والشرقيه. واغتنم الفرصه بهذا الشهر المبارك رمضان العظيم بالتهنئه لصاحب الجلاله نصره الله محمد السادس ولجميع الامه المسلمه. وشكرا. سي نجيب الشرقاوي، تكلم لنا شويه على المجمل ديال الانشطه اللي قمتوا بها طيله السنه 2008-2009. الانشطه اللي قمنا بها في هذه السنه ديال 2009 كانت تبارك الله كثيره، يعني على السنوات الماضيه، وتقريبا كنا شاركنا في سباقات محليه، وكنا شاركنا في سباقات وطنيه، ونظمنا سباقات وطنيه في الجهه الشرقيه، وشاركنا في البطوله الوطنيه في افران، ومع ذلك شاركنا يعني البداية كنا كانت بطوله نظمتها نادي ديال فاس، كانت الانطلاقه من إيموزار، وكان يعني الانشطه كانت تبارك الله متوفره بالكثير. بعض الناس السي نجيب الشرقاوي كي يحاولوا يعطيو واحد الصوره شويه ناقصه على السيكليزم الدراجه في الجهه الشرقيه، اش ظهر لكم كرئيس للعصبه؟ هذه المساله ديال هاد الناس كانوا سابقا في الدراجه، وهاد الناس ما عطاو يعني اي نتيجه للدراجه، وباقيين يعني وكيبغيو يكسروا الدراجه في المنطقه الشرقيه. وحنا الانطلاقه الحمد لله انطلقت، والسباقات الحمد لله كاينين، والمسائل غاديه كما يرام، وما اللي بغى بحال كيقولوا بغى يهرس ولا بغى راه ما عنده ما يهرس، كيهرس غير راسو. وبعض المتسابقين كيتحدثوا لنا شويه عن الدعم، عن اي دعم يتحدثون؟ كاين بعض الانديه اللي كيقولوا باللي انا وعدتهم نجيب لهم الدعم، انا هما كينويو باللي نجيب لهم الدعم، يعني غنجيب الفلوس نعطيهم ليديهم، يعني كاين الناس كيفكروا هكذا. هي انا قلت لهم، انا كنت نهار اللي في الانتخابات قلت لهم انا غادي نحاول نجيب لكم السبونسر، الناس اللي غادي يعطيو الدعم للمنطقه الشرقيه للدراجه. و اتصلت يعني بشركات كبار ووعدونا وقالوا لنا باللي يعني بينوا العصبه وبينوا يعني الدراجين، خرجوا بأبطال وحنا معاكم، حنا معاكم دائما، وهما يعني كيتسحابهم غير نقولوا بسم الله، يعني غادي نبقى يعني كيفاش كيفكروا، يعني التفكير عندهم ناقص. هادشي اللي بغيت نقول. الوجده البوابه واكبت معاكم بزاف الانشطه ديالكم السي نجيب الشرقاوي، يعني انشطه مكتفه جدا. والسوق كيما قلت لك قبيله كيتحدثوا على النقص في هاد الانشطه ديالكم، وشنو الراي ديالك؟ انا ملي كنشوف البوابه هي ادرى، قال لك احنا كادرى بيشعروا بها، يعني البوابه ادرى، ويعني كانت حاضره في جميع السباقات اللي نظمات العصبه، في سواء على الصعيد الوطني او المحلي، ويعني هذا العام هذا الشيء اللي دار هذا العام عمره ما دار. عمرو ما دار في السنة السابقة. ونحن بدورنا باسم جميع الطاقم ديال البوابة السي الشرقاوي فعلا يعني ماشي انتم عطيتونا مقابل لأجل باش نقولوا هاد الحوايج، ولكن واكبنا معكم بينا كشخص كمسؤول ديال البوابة، وواكبوا معكم العناصر المراسلين ديالنا الأنشطة ديالكم، لا في بركان ولا في جرادة ولا في توريف، وكلهم كيأكدوا على أن أنتيا من الدخول ديالك لهاد العصبة يعني قمتوا بواحد النشاط اللي هو جميل. لهذا السبب ارتأى الطاقم باش يشرف السي نجيب الشرقاوي كرئيس العصبه كمدير للبوابه المغربيه الكبرى وجده البوابه. اذا كلمه اخيره. هذا شرف كبير بالنسبه لي، وهذا يعني يعني احسن هديه اللي عدت البوابه، وبدون شك انا كنشكركم كثير 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 على المجهودات الجباره، مجهودات جبارة التي قمتم بها في خلال ثلث سنة. واللي بغيت نأكد عليه وهي الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، تبارك الله حتى هي
يعني وراء العصبة ويعني بجميع يعني ب